مشاهدينا الكرام، اسعد الله مساء حضراتكم بكل الخير. واخيرا شهر 2 بيبتدي، وشهر 1 اللي كان مليان احداث كنا حاسينه كانه سنه لوحده، مليان احداث طبعا سلبيه كتير، مش عايزه اقول ايجابيه بس، وانتشار كمان حاجات كتير سواء على السوشيال ميديا او سواء في الشارع المصري. خلينا بس النهارده ناخد اهم الاخبار او اكتر الاخبار ترند اللي حضراتكم بتسالوا عنها وكمان بتتكلموا عنها. كان اول خبر معانا هنخليه ايجابي وبعد كده ندخل بالخبر السلبي اللي هازز ناس كتير قوي عمالين يتكلموا عليه. طبعا الخبر الايجابي النهارده معانا ان الداخليه بتنهي الاجراءات التنفيذيه للافراج بالعفو الرئاسي عن 135 سجين. مصلحه السجون اتخذت الاجراءات اللازمه لتنفيذ قرار العفو الرئاسي، وبالفعل تم الافراج عن 135 شخص بالامس. وعبر الاهالي كمان عن سعادتهم وفرحتهم الشديده لسرعه وتيسير الافراج عن ولادهم وقرايبهم، وكانت فكره الافراج عنهم في ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخليه، وده طبعا مواكبه للفكر الحديث للتنفيذ العقابي وتفعيل الدور التنفيذي لاساليب الافراج عن المحكوم عليهم اللي تم تاهيلهم للانخراط في المجتمع. الخبر ده طبعا كان مفرح لناس كتير قوي، وناس كتير قوي انبسطت بيه ان كانت ولادهم وقرايبهم او اهليهم بمعنى اصح كانوا اللي هم اعتقلوا او كانوا محبوسين، والحمد لله تم الافراج عنهم. خلونا بقى الخبر الثاني، وهو كان خبر صادم شويه. الخبر الثاني ده بيتكلم عن ايه؟ عن بنت من اسيوط عندها 12 سنه كانوا بيعملوا لها او كانوا لسه مشتغلين بحته ختان الاناث. طبعا الفكره دي انتشرت من زمان وفكره سلبيه جدا، ونهينا عنها كتير ونوهوا عن اللي هي ما ينفعش تحصل. فكان الخبر ده ان البنت دي من اسيوط عندها 12 سنه، يوم الاربعاء في احدى العيادات الخاصه باسيوط اتوفت البنت بسبب عمليه الختان، واللي بتحصل على طول في الاماكن البعيده او بمعنى اصح في القرى والاماكن المختلفه. دلوقتي كمان معانا تليفونيا دكتور احمد كريمه، استاذ الفقه المقارن والشريعه الاسلاميه في جامعه الازهر. دكتور احمد مساء الخير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام، ازيك يا فضيله الشيخ؟ اهلا وسهلا بيك. كل سنه وحضرتك بالف خير. نعم دكتور احمد، زي ما حضرتك تابعت معانا القضيه اللي حصلت الفتره اللي فاتت، بنوته عندها 12 سنه اتوفت بسبب ختان الاناث، فعايزه حضرتك تقول لي راي الشريعه الاسلاميه في الموضوع ده ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الختان بوجه عام يفرق ما بين ختان الذكور وختان الاناث. ختان الذكور ده واجب لثبوته بأدلة قطعية الورود وقطعية الدلالة، أما ختان الإناث فالدلالة فيه ظنية. وعلى كل حال الفقهاء سبقوا العلم الحديث حينما قالوا أن كشط الجلد إذا تفاحشت فمعناه أن دي عملية تجميلية إذا وجد مقتضاها، أما إذا لم يوجد مقتضاها فالشريعة الإسلامية لم تقرر لا الوجوب ولا الندب، ومحل ذلك للأطباء. فإن الأطباء الثقة رأوا كأمر طبي عارض يستوجب الختان بالتشخيص الطبي لا بأس، أما إذا رأى الأطباء أنه لا حاجة لعملية الختان فلا بأس، وهو ما انتهت إليه الدراسات المعاصرة التي توافق فيها الطب مع الشرع الإسلامي. طيب كمان دكتور أحمد، المؤسسات الدينية ما بتفكرش تعمل خطة إن هي تكون عاملة توعية؟ لا عملت طيب. الأزهر الشريف قوافل توعية، أبحاث أكاديمية عندنا في الكليات، أيضا وزارة الأوقاف نبهت وتم طبع كتب، واحنا استضفنا في اكثر من لقاء اعلامي وغير اعلامي ونبهنا على ان الختان بالنسبه للاناث ليس بفرض ولا مندوب. طيب دكتور احمد، كمان الامور الجائزه. دكتور احمد كمان عاوزه اعرف راي حضرتك، ليه الناس مش بتستجيب رغم التوعيه الدينيه اللي موجوده دلوقتي في كل مكان؟ لان ما تنسيش ده فلكلور تراثي مر عليه مئات السنين، وحقبة السلفية اللي قعدوا 30 سنة في ما قبل 2011 ونشروا هذه الأفكار ولا يزالون. يعني ما نبنيه نحن في الأزهر التيار السلفي الموجود في مصر
على مرأى ومسمع من الجميع بيروج لختان الإناث، مع إن بلد المنشأ في الخليج لا تمارسه. طيب كمان فالدولة دكتور، هي المسؤولة بقى عن الفكر السلفي وليس الأزهر الشريف. طيب دكتور احمد، عايزه حضرتك كمان توجه لهم رساله ان هو الموضوع ده خلاص يبطلوا ان هم يحصل كذا مره، سواء الاماكن النائيه او سواء الناس اللي لسه فاكره في اعتقادها ان دي حاجه ايجابيه مش سلبيه. ما انا زي ما قلت لك الراي الازهر واضح ان ان ختان الاناث من الامور الجائزه كعمليه تجميليه بواسطه الاطباء الثقه. اذا لم يوجد المقتضى طبعا لا تجرى هذه العمليه بعد ان سبب طبيا يعني تداعياتها الخطيره على انوثه الانثى حاضرا ومستقبلا. من هنا بنهيب بأولياء الأمور من الرجال والنساء يعني الآباء والأمهات الأخذ بالرأي المعتمد وهو الأزهر الشريف الذي هو المرجعية المعتمدة للإسلام، وأنهم لا يلتفتوا إلى الآراء الشاذة من السلفية ولا من الجهلاء ولا من الأدعياء. دكتور احمد، كل الشكر لحضرتك لاتصالك التليفوني. كان معانا دكتور احمد كريم، استاذ الفقه المقارن والشريعه الاسلاميه في جامعه الازهر. مشاهدينا، الخبر الاخير او زي ما حضراتكم عارفين ان هو بقى ترند على السوشيال ميديا كلها، سواء فيسبوك، انستجرام، تويتر، اي مكان على السوشيال ميديا بقوا بيتكلموا عنه، وكمان في الشارع المصري عام الرعب. الحاجه دي ايه او الموضوع ده ايه؟ الموضوع ده هو فيروس كورونا اللي انتشر من فتره. فيروس كورونا الناس كلها بقت خايفة منه، وهي ما تعرفش المرض ده موجود في مصر ولا لا، وجاء عن طريق ايه وكل الحاجات دي. طبعا هو الاسم بتاعه ده بيعبر عن ان هو فيروس تاجي، تاجي لان اسم كورونا باللغة اللاتينية بتعني التاج. شكله تحت الميكروسكوب بيكون باين ان هو شكل دائري مايل للشكل الدائري شوية، وبيكون في الجنب فيه مسامير على شكل تاج، علشان كده سموه كورونا. اسبابه ايه بقى وانتشر فين والكلام ده كله؟ هو مبدئيا احنا عارفين ان هو ظهر في الصين، وكمان السبب فيه ان هما طبعا عارفين ان الصين بتتغذى على الحشرات، وكمان كانت بتفتخر الفتره اللي فاتت ان هي بتقدر او عندها القدره ان هي تاكل اي شيء حي او ماشي على الارض، زي الثعابين وزي الخفافيش وزي الضفادع وحاجات كتير. كمان من الحاجات او من الاكلات اللي تعتبر مفضله عندهم او المقرمشات عندهم الصراصير، وده طبعا كان اقوى شاهد للموضوع ده كان فيلم فول الصين العظيم، لما كان فيه النجم محمد هنيدي كان بيتناول الصراصير، واحنا كلنا فضلنا نتريق وما نعرفش ان دي حقيقه وهم فعلا بياكلوا كده. طبعا زي ما قلت لحضراتكم المقرمشات عندهم زي الصراصير، سواء مقليه او زي الفئران الصغيره الحجم وزي كمان الخنازير، كل الحاجات دي بالنسبه لهم موجوده، وبالذات بقى موجوده في الاسواق بتاعتهم. كمان القطط والكلاب برضو اللي هي لسه صغيره السن او اللي هي لسه مولوده برضو عندهم من الاكلات السائده عندهم. علشان كده زي ما حضراتكم عارفين برضو ان كان المرض اساسه ان هو انتشر من الخفافيش. كمان قالوا ان احنا لازم نخلي بالنا من الحاجات دي كلها بالنظافه الشخصيه، وان احنا كمان نحاول على قد ما نقدر ان هو يكون في وقايه من المرض ده. هيكون ازاي؟ عن طريق غسل اليدين، مش على طول الصبح او قبل ما ننام او قبل الاكل، لا ده على طول. كمان ان احنا لو خارجين يكون معانا جل او حاجه في الشنطه بتاعتنا كمطهر، ان احنا نغسل بيه او نمسح بيه ايدينا كل فتره. كمان الكمامه اللي دايما الناس بتكون خجوله ان هي تلبسها وبتكون خايفه ان هي تلبسها، لا هو لازم طبعا نستخدمها، وهي ما فيهاش اي احراج او حاجه، بالعكس كمان ده اللي هو لتجنب المرض. ايدينا طبعا لازم نغسلها تحت الميه مش اقل من 30 ثانيه، الناس اللي بتغسل ايديها وتجري دي لا مش اقل من 30 ثانيه نغسلها كويس. كمان القمامه زي ما حضراتكم عارفين برضو ان هي لازم واحنا لابسينها يكون الجزء الغامق لبره والجزء الفاتح لجوه، ده في حاله ايه؟ ده في حاله ان هو الشخص يكون مش مصاب، اما الشخص التاني
المناطق لازم يلبسها برضو في المناطق المقفولة والزحمة، لأن المرض بيتنقل بسرعة عن طريق اللي هو العطس وعن طريق الكحة كمان. طبعا الأعراض بتاعتها علشان نعرف الشخص المصاب بالكورونا بيكون عنده هي نفسها أعراض البرد اللي هو الإنفلونزا، وعنده كمان احتقان في الزور، وعنده الحرارة مرتفعة. كل الحاجات دي بتكون موجودة في البرد وهي نفسها اللي بتكون موجودة في الكورونا، إلا بقى لما هي بتؤدي لالتهاب حاد، وكمان بتؤدي لشكل باين عليه إن هو عنده حرارة مرتفعة جامد. في الحالة دي لازم نتوجه لأقرب مستشفى. حاولوا حضراتكم تخلوا بالكم من حاجة زي دي، وكمان تتجنبوا الفترة دي اللحوم وزي السمك ده طبعا منتشر، واللحوم المستوردة والمثلجة برضو حاولوا حضراتكم ان انتوا تتجنبوها. وطريقة اكلها او طريقة تحضيرها ان هي تغلي اكتر من مرة في مية سخنة ونتخلص من المية دي، وبعد كده نحاول ان احنا نحضرها تاني. زي ما حضراتكم عارفين ان الخبر ده عمل للناس رعب، فحاولوا انكم تخلوا بالكم من الاحتياطات دي. كمان كانت معانا الارشادات ان احنا نخلي بالنا من الحاجات دي ونعمل الوقاية على الشاشة. خلونا بقى نطلع لفاصل صغير نستقبل فقرتنا التانية ونرجع لكم بعد الفاصل. مشاهدينا رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم حلقتنا النهارده استكمالا للحلقه اللي فاتت. معانا النهارده استاذ محمد عوض مدير السياحه الدينيه بشركه زنادو ترافل، كمان معانا استاذ عادل حسن مهنا مدير السياحه الدينيه، ومعانا المبتهل محمود معتمد. زي ما قلت لحضراتكم الحلقه اللي فاتت ان المفروض كان محمود يكون موجود معانا، ولكن ظروف السفر هو اتاخر. محمود معتمد الفتره اللي فاتت كان عمل فيديو وهو موجود وسط المرضى، وكان عمال يعمل فيه انشاد ديني. الحاجه اللي الناس استغربتها كلها ان احنا كنا فاكرينه دكتور، واكتشفنا بالصدفه ان هو ممرض. كمان كان في حاله انصات غريبه من المرضى اللي كانوا قاعدين عمالين يسمعوا صوته. بعض المواقع العربيه المشهوره شيرت عندهم الفيديو ده، ووصل في فتره معينه ان هو بقى ترند قوي. محمود مساء الخير. مساء النور استاذ عيد. مساء الخير استاذ محمد، نورتنا النهارده. محمود قول لنا بقى ايه قصه الفيديو اللي انت عملته؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. ازيك يا استاذ الاول؟ الحمد لله. يعني انت بتبقى قاعد في المستشفى بتحاول تأدي الواجب اللي عليك، بتحاول ان انت تخفف، حتى لو انت يعني بالكلمه بتطيب بخاطر فلانه فلان اي حد بتقابله، ان انت بتأدي الواجب بدون يعني العلاج حاجه والمعامله طبعا وتطيب الخاطر ديت يعني حاجه تانية. فانا شفتها من باب الواجب انك انت تكون بتأدي، يعني بتقدم كل حاجة حتى لو روحك بتديها في عملك، وبتحاول ان انت توصل رسالة ان ممكن الرفق واللين مع الناس هي احلى واطيب من العلاج. واللي كان مشجعني في كده يعني وصلني لكده ربنا يديها الصحة امي ووالدي، يعني ربنا يبارك فيهم. انا لو سجدت شكر لهم على اللي عملوه معايا مش هكفيهم حقهم بجد يعني. فممرض والدي كان السبب الاول ان انا يعني اكون رئيف مع كل واحد قبله. فالحمد لله ديت حاجه يعني اديتها كرأفه وحب ورحمه. ودايما امي كانت دايما تقول لي قدم بكل اللي ما فيك، بكل اللي تملكه وبكل حاجه، حتى لو انت اللي هتقدمه ده من معاك وهتستلف وتروح وتعمل وكل حاجه كده، قدم ما تستناش الشكر الا من الله عز وجل. ودايما خليك في سكتك ما تاثرش، دايما خليك انك انت يعني رقم واحد، حتى في مجال انك انت ربنا سبحانه وتعالى مديك مواهب استغلها وحاول تقدم اكتر. طيب محمود، هو انت مش شايف اللي هي غريبه قوي ان الممرض دايما بيكون عنده شيفت وعايز يخلصه ويمشي، اما ان الممرض يقعد في وسط المرضى ويعمل لهم ابتهالات ويفضل يخليهم ينسجموا معاه، دي حاجه اللي مش عاديه. والله يعني ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. قبل اي حاجه انا واخد الشغل حب، مش واخده ان هو وظيفه. حب، وحاولت ان انا اطلع اكتر ما عندي، حتى ان انا كنت في الجامعه بقدم اكتر، بحاول ان انا اخلي يعني كل حاجه مني للطلبه اللي كانوا في المعهد اللي انا كنت فيه، حتى ان انا خريج معهد تمريض مش كليه كمان. ربنا يوفقك يا محمود. الله المستعان. استاذ محمد، استكمالا لما بدأناه الحلقه اللي فاتت، انتشر الفتره دي سماسره، وكنا احنا فاكرين ان مجال السياحه والعمره والكلام ده كله ما فيهوش سماسره، فعايزه حضرتك تكلمني بقى على انتشار السماسره في شركات الحج والعمره.
اولا طبعا بحب ارحب بأحرار ارحب بحضرتك طبعا، وارحب بالاستاذ عادل، وارحب بالاستاذ محمود. وزي ما قلت لحضرتك قبل كده ان الاخلاص في العمل هو اهم شيء، فاحنا عندنا استاذ محمود اهو طبعا عنده اخلاص في العمل، بيخدم الناس. هي كلها متكامله بعضها، احنا بنخدم الناس في اماكن مقدسه، وبيخدم الناس في اماكن في مكان عمله ومكان شغله. دي حاجه كويسه جدا، ده الاخلاص اللي احنا بنتكلم عليه. موضوع السمسره والله هو بصي، هو مش كل السمسره بيتقال عليهم سمسره، يعني في ناس كويسه جدا في المجال، هي في بلدها او في مكانها موثوق فيها، فبالتالي الحاجه والحاجه بيروح له عشان هو ده من بلده موثوق فيه، فبيديله الجواز بتاعه. لكن في بعض من الناس سماسره بيستغلوا الكلام ده وبيبيعوا للناس الهوا، بيبيعوا للناس طبعا كلام غير حقيقي. مش خلينا نقول ما نقولش كل الناس، لا، في ناس منهم وحشه جدا وفي ناس كويسه جدا على مستوى معرفتي بيهم كتير. فهو ما نقولش عليهم سماسره، يعني هم بنقول عليهم ان هم مناديب في مكانهم، بيساعدوا الناس ان هم يوصلوا للشركه. في ناس منهم كويسه جدا بتساعد الناس توصل للشركه، وفي ناس منهم بيبان الناس الهوى. فده اللي احنا بنرفضه جدا في مجالنا. والنهارده الحمد لله مع تكرار كل كلامي مره، ان البوابه النهارده منعت حاجه زي كده. النهارده ما يقدرش السمسار يبيع الهوى للعميل، ليه؟ لان موجود خلاص كل حاجه موجوده عنده، يقدر يعرفها بنفسه. طيب استاذ عادل، ايه هي المشاكل اللي دايما بتحصل بين السمسار وبين الشركه؟ في تدخل بيكون بينهم فبينتج عنه مشاكل، ايه هي المشاكل؟ هو حضرتك حته الوسيط وليس السمسار دي مش يعني مش مطلوبه جامد، لان طبعا اي عميل لازم بيبقى ليه عقد مع شركه السياحه، ولازم بيطلع له ايصال من شركه السياحه بقيمه الرحله. فطبعا بيبقى هو معروف ان هو دفع قد كده، وبرنامجه مثلا سكن مكه كذا، سكن مدينه كذا، على بعد كذا، تسكنه في الغرف كذا، طيرانه كذا. فكل ده طبعا بيبقى مترتب ومتوجه في وزاره السياحه، ونازل بيه موافقه ان هو بيصدر بعدها التاشيره. فحته ان هو النهارده يختلف مع شركه السياحه طبعا مش هيختلف، لكن ممكن الاختلاف بيجي عن مصداقيه الوسيط مع الفرد اللي مقدم له. على اساس برضه زي ما الاستاذ محمد بيقول ان هو ممكن يكون شيخ في مسجد، ابن المنطقه، بيوفر له الحاجات دي كلها. فطبعا انا كشركات سياحه ماليش ان انا اتعامل مع حاجه اسمها سمسار، ما ينفعش. لازم بتعامل مع كل فرد بفرده، بدليل ان بيطلع لكل واحد فيهم ايصال بالقيمه اللي دفعها. الاختلاف هنا بقى بيجي ان هو مثلا ايه، انا ممكن مثلا اكون راجل مسن، فببعت جوازاتي مع الحاج فلان ابن البلد وموثوق فيه، وهو قريب وهو اسهلي، وهو ممكن اصحيه من عز النوم من بيته. لكن مش اروح شركه السياحه اللي هي مواعيدها طايم من وقت لوقت، اروح اخبط عليهم. بس مش دايما بيكون الوسيط يا استاذ عادل، مش دايما بيكون الوسيط حد من نفس المنطقه او قريب او الكلام ده كله. لا بص حضرتك، مفيش حد بيجمع جوازات الا لما بيكون مثلا ممكن يكون من اهل المنطقه او جار او قريب او حاجه زي كده، بيلجا بها لشركه السياحه. ومفيش شركه سياحه الا ما برنامجها بيبقى موثوق فيه. مفيش حته ان شركه سياحه بتضحك على معتمر او بتغش معتمر او بتنصب على معتمر، مفيش الكلام ده خالص. احنا عندنا وزاره وعندنا شؤون قانونيه وعندنا امور بترتب عليها وقف شركات. ما يعني زي ما قلنا قبل كده ان احنا بنخضع للرقابه، هي وزاره السياحه. احنا كشركات سياحه بتخضع لحاجه اسمها وزاره السياحه، ففي رقابه عليها. في ما يقدرش حد يلعب من شركات السياحه، ما فيش اي حاجه عندنا الحمد لله، ان احنا عندنا رقابه بس. يعني طيب استاذ محمد، لو حصلت مشكله، انا مش عايزه اقول سمسار زي ما حضراتكم مش حابين تقريبا اللقب، فخلينا نقول لو وسيط حصل مشكله بينه وبين الراجل اللي مسافر او المعتمر، في حصلت مشكله بينهم، ازاي بيقدر يرجع حقه تاني او تعرض لعمليه نصب مثلا؟ خلينا نقول ان في زي ما قلنا برضك ان في سماسره في ما عندهمش ضمير، ففعلا بالتالي بيحصل مشكله بتقابلنا هناك، ان احنا ان الراجل اللي هو الوسيط بتاعه اللي هو جايبه ده بيع له الهواء او قال له حاجات غلط، فجي عندنا لقى حاجات تانية خالص. فاحنا طبعا بنقدر نساعده ونقدر نخدمه عشان خاطر نعوض كل اللي هو شافه ده طبعا، لان هو ملوش ذنب في الاخر، هو جاي ملوش ذنب. فبان احنا بنقدر نساعده وبنقدر نسهله وبنقدر نعمله البرنامج صح عشان ياخد حقه. طيب استاذ عادل، كمان ازاي بتقدروا انكم تكشفوا حاله النصب اللي بيتعرض ليها الحجاج وقبل كمان الموسم بتاع الحج؟ لا هو حضرتك دلوقتي النصب بتاع الحجاج ده ما فيش الكلام ده، لان كل واحد بيدفع القيمه بتاعته البنكيه على البنك على طول، فلوسه بيسلم الشركه الجواز بتاعه وبرقم البطاقه، بيروح يعمل على بنك مصر يدفع اللي هو مقدمه الحج. فبالتالي ما بقاش فيها اي نصب خالص، لان طبعا فلوسه يعني حتى لو هو ما قابلش في القرعه بيروح يصرف فلوسه تاني هو بنفسه من البنك. طب
طيب هل بيكون في عقد بينكم وبين الوسيط ده؟ اكيد لازم ده؟ اكيد. لا مع مين؟ مع المعتمر؟ اه لا، مع بين الشركه وبين الوسيط او السمسار. لا احنا في عقد عندنا مع كل معتمر وليس مع كل وسيط. انا ماليش ان انا اتعامل مع وسيط بمجموعه، ما ماليش كده. انا بتعامل مع كل فرد، بعمل له عقد وبدي له ايصال للفرد، وبعمل له عقد بالسكن بتاعي بكل حاجتي، معروف بالبرنامج اللي هو في الوزاره وعلى الجواز بتاعه. ده اللي هو بيبقى مطلوب، غير كده ما فيش حاجه تانية بتخدع عليه الوزاره في الكلام دوت. محمود بقى عايزاك تفك القعده دي بابتهال حلو، او بالذات الابتهال اللي انت كنت قلته في المستشفى. بس ان شاء الله بقى نبتدي الاول بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. طيب تمام يلا. كل القلوب إلى الحبيب تميل، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد دليل. أما الدليل إذا ذكرت حبيبي أحمد، أما الدليل إذا ذكرت حبيبي أحمد، فترى دموع العاشقين تسيل، عذرا رسول الله، عذرا حبيب الله، عذرا رسول الله، إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف، عذرا حبيب الله، إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف، جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا، والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى، والله لو قبر النبي محمد تفجرت أنواره للبدر والله واختفى، والله لو جد العباقر كلهم في جمع أوصاف له، والله لن تعرفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
لا ما شاء الله يا محمود، كان من حقهم ان هم ينصتوا ليك ويسمعوا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا انشاد ولا اروع يا محمود ما شاء الله. مع ان انت يا محمود اصلا مش مبتهل يعني، ولا انت تمرست واتدربت ان هو بعد كده تقدر تعمل الحمد كمان لله. النفس ما شاء الله كويس الحمد لله. ديت من موهبه من سته ابتدائي عندي ما شاء الله. جميل بصراحه موهبه من عندي سته ابتدائي الحمد لله. يديك الصحه ربنا يفرجك. ف سمعت اكتر واجتهدت اكتر ان انا اكمل حفظ القران. وطبعا المحفزه ليا طبعا يعني هي هدير دره ربنا يحفظها يا رب. ان شاء الله دي اللي ناوي ان شاء الله اتجوزها وكده. حاجه تانية بس يعني الواحد من الممارسه والاجتهاد فحبي ان هو يؤدي اكتر والحمد لله يعني كل حاجه الامكانيه موجوده. بس هو زي ما تقولي كل واحد يعني ايه في ظروف خاصه بتحكمه حتى ان انت عارفاها. ربنا يوفقك يا محمود دايما يا رب. الحمد لله. استاذ محمد استكمالا برضو للحديث عايزه حضرتك تقولي هل الاطفال علشان يخرجوا او يروحوا زياره مع اهليهم او خارجين للاعتمار او الكلام ده كله بيتم دفع مبلغ ولا ما بيتمش؟ لا هي الاطفال ليها معامله خاصه غير اي حد يعني. الاطفال طبعا حسب سنه بيبقى ليه تخفيض في التذكره، بيبقى ليه في البرنامج يعني حسب سنه طبعا بيفرق في التذكره الطيران، بيفرق ان هو ليه سرير ولا لا، بيفرق في مكانه في الاوتوبيس حسب السن بتاعه. لان في طبعا السن الطفل الرضيع غير الطفل الكبير، كل واحد حسب السن بتاعه بيتحسب له البرنامج بتاعه. بتبقى فيه ليهم تاشيرات يعني اصلا موجوده؟ هو ليه جواز زيه زي اي حد كبير، وليه تاشيره زي اي حد كبير، وليه تذكره كمان زيه زي اي حد. طيب تمام. بس هو يا اما بيحاسب عليها دلوقتي يا اما بيكون مجانا. لا هو ما فيش الموضوع ده. الاطفال زيه زي الكبير في التاشيره. لان احنا واخدين عدد يعني هو لينا مثلا 218 تاشيره. اي طفل لو رضيع زي اي تبقى زي اي راجل كبير بتاشيره عدد محسوب. طالما ليه جواز، طالما ليه جواز ليه تاشيره بياخدها من السعوديه، بناخدها من الوكيل السعودي، تاشيرته محسوبه زيه زي اي حد كبير. هي بيفرق بقى في التذكره سعرها بيقل شويه كده. طيب هل انا كمسافر ليا الحق ان انا احجز الفندق اللي انا عاوزاه ولا بيكون تبع الشركه بتكون هي مختاره مكان؟ لا بص هو في برنامج احنا بنعرض مثلا على الحاجه او المعتبر البرنامج بتاعه. برنامج فيه كذا كذا كذا، لكن في طبعا ممكن يجي يقول لا انا عايز مجموعه تيجي مع بعضها، عيله مثلا، اسره، انا عايز الفندق الفلاني، عايز اقعد في الحته الفلانيه، عايز برنامج خاص، ده بيبقى سهل ان احنا نعمله برضك. طيب مع توسعات الحرم هل عدد المعتمرين بيزيد؟ لا احنا ماشيين بنمط حصه معينه يعني. مثلا احنا لينا 500,000 على مدار مثلا الموسم على كل الشركات بيتقسم على الشركات اللي هي متوثقه مع الوكلاء. هم دول الحصه بتتقسم عليهم. لكن توسعات الحرم دي ممكن تزيد زي ما انت عايزه. ان الحرم الاول كان مثلا بيشيل مليون في رمضان. هم المليون ما بيزيدوش يعني الا ان زاد بقى عن دول تانية غير مصر. مصر ولكن المليون متقسمين على حسب الدول، وممكن يزيد من دول تانية، ممكن يزيد من اماكن تانية بتخش مثلا زي مثلا اي حد في الخليج، اي حد. لا بيزيد، بيوصل العمالة اللي هناك في رمضان. في رمضان بيوصل العشر اواخر بتوصل اعداد كبيره جدا. ليله 27 دي بيجيها كل يعني. ليله 27 يعني غير الخارج، غير البلاد الثانيه. فبلد السعوديه نفسها اللي هو الرياض، المدينه، جده، كل ده بيجي حملات داخليه بتخش الحرم في ليله 27. ده لا الموضوع سبع في رمضان كبير جدا يعني. خصوصا طيب. لما تبقى اربع وخميس وجمعه تبقى نازله الحملات من السعوديه. من جميع بقى كل فج في السعوديه او مثلا من الاردن او من الكويت او من الامارات. كل ده بيبقى جاي برضو ضغط عليك كمعتمرين في ختم القران بالذات يعني. ما شاء الله. طيب مشاهدينا خلونا نطلع لفاصل صغير ونرجع لكم تاني بعد الفاصل. مشاهدينا رجعنا لكم تاني. استاذ محمد عايزه حضرتك بقى تدينا نصيحه للناس دلوقتي اللي بتسافر، ازاي يتفادوا المشاكل اللي بتحصل بين الوسيط او بينهم وبين الشركه؟ ايه هي الحاجات اللي بتحصل وازاي تفادوها علشان ما يحصلش اي مشاكل ليهم؟ طيب النهارده هو المفروض الحاج او المعتمر يتاكد من البرنامج بتاعه، يتاكد هو طالع مع شركه ايه. يسال على الشركه الاول بخلال ان هو يخش على موقع البوابه. طبعا نقول للناس اللي هي مثلا اللي هي الناس الكبيره او الناس اللي في الارياف او الناس اللي هي ما بتعرفش، فهو بالتالي عنده حد هو واثق فيه هيعرف ان هو يقدم عنده كويس، يعرف يسال عن الشركه، يقدم برنامج كويس
الموضوع سهل جدا جدا دلوقتي النهارده مع التكنولوجيا اللي احنا وصلنا لها بقى الموضوع سهل جدا، بقى في بوابه، بقى في انك تخش تعرف البرنامج بتاعك والشركه اللي انت عليها. طيب استاذ عيد، وجهه نظر حضرتك في الموضوع ده ايه؟ حضرتك ما فيش شركه بتخدع مؤتمر، لا يجرؤ اي شركه تخدع مؤتمر، بل بالعكس هو عايز ينجح شغله وعايز يبقى عنده اكبر عدد من المعتمرين، عايز يبقى عنده عماله يعني موقف زياده يعني بالنسبه للمعتمرين، فما ما بيضرش المعتمر وعايز يعمل له كل ما يخطر على بالك انه يريحه ويجيب له احسن امكانيات في خدمته. بالتالي بيطلع معاه مشرف، بيطلع معاه وعظ ديني، بيطلع معاه اقامته كلها محترمه، فما فيش حد متهيألي بيقدر يغش معتمر. وبعدين بيمشي على نظام البرنامج اللي متقدم في الوزاره، فما بيتغيرش البرنامج حتى لو مثلا اي حد قال له انت هتقعد على بلاط الحرم ومقعد مثلا 2 كيلو، لا هو البرنامج اللي معمول في قلب الوزاره اللي هو متقدم لو على بعد 2 كيلو هو ده البرنامج اللي متقدم له. فبترجع بقى ديت للشركه ان هي عامله برنامجها صح، ما يقدرش يغيره. طيب استاذ عيد شرفتنا النهارده، استاذ محمد كمان شرفتنا. مشاهدينا حلقتنا خلصت النهارده، ولكن قبل ما نختم هنسيب الختام مع محمود النهارده يسمعنا كمان ابتهال، ونشوف حضراتكم على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي. قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا، لا قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت